بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وده هيكون على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء. في النهارده نشاط رياح محدود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ده مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة جينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن اخبار الطقس النهارده، خصوصا ان في انخفاض في درجات الحراره، وكثير من الناس بتتوقع ان يكون في انكسار للموجه الحاره اللي كانت معانا بقالها كذا يوم. هو بالفعل يمكن احنا الحمد لله النهارده هيكون في مزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه. تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض، فبالتالي هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن درجات الحرارة اللي سجلناها أمس وأول أمس. والأجواء اليوم هتظل أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أجواء ربيعية ودافية على المناطق المطلة على البحر المتوسط وحنا الشمالية داخل فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا هيحصل انخفاض في درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن فترات الليل أجواء تكون معتدلة في أغلب الأنحاء. صغرى فترة الليل ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لسه فيها بعض البرودة خلال فترات الليل، لأن الصغرى ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية. ده بالنسبة لدرجات الحرارة. كمان اليوم سرعات الرياح تقل تماما عن الأيام الماضية. المهم إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تكون قلت، دي أهم حاجة. الحمد لله، هي كمان ما فيش أي أتربة ولا أي رمال مثيرة، حتى كمان نشاط الرياح مش هيكون ملموس بشكل كبير اليوم، وهيحصل فقط في بعض المناطق من جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في جنوب الصعيد فقط. بالإضافة كمان فرص الأمطار هتقل وتنحصر فقط في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية. الأجواء دي هتستمر معانا إن شاء الله كمان غدا الثلاثاء إن شاء الله، لكن مع يوم الأربعاء تدريجيا مرة أخرى هيحصل ارتفاع في درجات الحرارة، يعني الأجواء هتعود تاني في الارتفاع. فعشان كده هننصح كل السادة المواطنين مهم جدا بقدر الإمكان فترات النهار نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن احنا خلاص الأجواء الصيفية هي الأجواء اللي بتبقى مسيطرة علينا خلال الأيام الخطوة. كنت هقول لحضرتك لسه دي درجات الحرارة خلاص المعتادة في هذا الوقت من العام، يعني خلاص ارتفاع درجات الحرارة ده احنا المفروض نستعد له من دلوقتي. بالفعل يمكن احنا لما بنقول في انخفاض درجات الحراره، درجات الحراره بتوصل ل 30 31 درجه مئويه، ده معناه الاجواء المنخفضه والاجواء اللي فيها اعتدال، لكن السمه الاساسيه هي ارتفاع درجات الحراره. فعشان كده لازم ناخد بالنا، خاصه كمان ان احنا تدريجيا مع بدايات فصل الصيف هتبدا نسب الرطوبه ترتفع، فده هيخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة. والعظمى 31، الصغرى 21، العاصمة الإدارية 32، 21، الإسكندرية 25، 19، العلمين الجديدة 25، 19، مطروح 24، 18، دمياط 27، 20، بورسعيد 26، 20، إسماعيلية 32، 21، السويس 31، 21، العريش 27 20، كاترين 23 9، طابة 25 17، حلايب 33 25، شلاتين 33 25، شرم الشيخ 34 24، الغردقة 34 24، الفيوم 32 22، بني سويف 32 21، الوادي الجديد 35 25، أسيوط 33 22، سوهاج 35 23، قنا 36 25، الأقصر 37 26، وأخيرا أسوان 39 27. في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وفي كمان يعني قلت بشكل كبير جدا الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وده الخبر الجيد لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر. وده نخلي بالنا بس إن من بعد بكرة هيكون في ارتفاع تاني في درجات الحرارة. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا دينا. شكرا جزيلا. شكرا دينا.